يتوقع العديد من الخبراء تراجع محاصيل الحبوب بالجزائر هذه السنة نظرا لعدة عوامل نكتشفها في سياق تقرير سوريا شالل. إنتاج الحبوب في الجزائر لا يزال مرهونا بالاعتماد على مياه الأمطار في ظل غياب استعمال الوسائل العصرية في الري، وهو الحال هذه السنة حيث يحذر الخبراء من سنة فاشلة من ناحية الإنتاج. ما تجيش المطر من 15 ماي يكون مشكل كبير. مادام الفلاحة تاعنا أي معولة على الشؤون إلهية المطر، ها نتمنوا إن شاء الله يطيح المطر. إلى ما طاحش تكون كارثة كبيرة. الفلاحون من جهتهم يعتبرون أن الموسم الحالي سيكون من أفضل المواسم إنتاجا لكميات الأمطار التي تهاطلت مسبقا. يعني السنة الماضية كانت سنة جفاف، السنة هذه ما هي سنة جفاف، تأثرنا في آخر الطريق، آخر الطريق باش نخرج من عنق الزجاجة أصابنا هذا الأمر اللي هو الانحباس الحراري والانحباس كذلك نتاع الأمطار. إذا كان فيه الأمطار في هذه الأيامات المقبلة إن شاء الله يكون فيه إصابة كبيرة معتبرة، وبالرغم من هذا احنا موجدين نفوسنا نتمنى إن شاء الله بإذن الله ربي يكمل هذا السنة، ولو ماناش متوقعين يعني إصابة كبيرة. الجزائر من أكبر المستهلكين للحبوب في العالم، واعتمادها على أساليب قديمة في زراعتها يطرح كثيرا من التساؤلات في وقت تراهن فيه الحكومة على الفلاحة للخروج من التبعية لنظام الريع.